صار معي مواقف انه في بكون بالبيت قاعد مثلا بحس انه عم يندق الباب، بطلع شيخنا الله يرضى عليه في عندنا كتب كتاب، يا ريت انه بيشرفنا انت يعني وجه تلفزيوني وكمان شيخ وبنحتفل فيك وشو بدك نحن جاهزين بس هيك يعني مشان كتب الكتاب وكذا. فانا من باب المسح بقول لهم اخي انا ما بكتب كتاب الا لتساويني عديلك. فدغري بطلع هيك انه كذا بقول له عمي انا في عندك مرجعيات، في شيخ مختص بهذا الكلام من وزارة الأوقاف، في عنا مشايخنا الأجلاء بتروحوا لعندهم، يعني ممكن حتى أي شيخ ممكن تلاقيه بالحارة بالضمن المدينة ممكن يقوم بهذا المهام، فهمت شلون؟ أو مثلا وحدة بتلحقني وأنا سامع صوت لهاث من ورا، بطلع هيك وحدة كبيرة بالعمر، شيخي شيخي، بطلع أنا الله يرضى عليك والله أنا زوجتي أختي صار لها 6 شهور قاعدة عندي وزوجها حالف عليها مين طلع، إذا في يعني تقعد أحكي لك كذا يا أختي الله يرضى عليك ممكن أسمع لك لكن ما ممكن أفتي. في عنا مشايخ بوزارة الأوقاف هاي من ضمن اختصاصهم وعندهم أسئلتهم وبيسمعوكم وهو اللي بيحكم هو اللي بيرتقي هو اللي بيفتي، أما أنا ما ممكن أنا بالنهاية عم أشتغل بالتلفزيون.